أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون في سجون الميليشيا ومدى تحرك الجهات الدولية في ملف المختطفين. أدانت وزارة حقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق المعتقلين وتعذيبهم وصولا إلى قتلهم داخل المعتقلات. أكدت الوزارة في بيان لها أن الميليشيا ترتكب أبشع الانتهاكات بحق المعتقلين. أوضح البيان أن هناك مئات الضحايا من المعتقلين الذين عذبوا حتى الموت في معتقلات وسجون الميليشيا الانقلابية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى سيظل ملف المعتقلين مغيبا من أجندة المنظمات الدولية؟ وما هو مدى تحرك الجهات الرسمية والحقوقية في هذا الملف؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. 111 هو الرقم الذي وصل إليه أعداد من قتلوا تحت التعذيب في سجون الميليشيا بحسب إحصائية لوزارة حقوق الإنسان. هذا الرقم الذي سجل باسم المعتقل أحمد صالح حسين الوهاشي من أبناء قرية مذوقين البيضاء الذي عذب إلى أن كسر عموده الفقري ومات في سجن هبرة بصنعاء، ليعود إلى أهله جثة هامدة، وذلك ما تفلح فيه الميليشيا دوما، تصدير الوجع والمأساة إلى بيوت اليمنيين. ذلك بشأن من قتلوا وربما تخلصوا من صياط السجان، فكان الموت بهم أرحم. هكذا تبدو الصورة إذا ما قورنت بما يروى ويتسرب عن أساليب التعذيب البشعة التي يتعرض لها المختطفون. لا توجد إحصائية دقيقة بشأن من اختطفتهم الميليشيا، لكن الإحصاءات التقريبية تقول بأنهم عشرات الآلاف، وكلهم يرزحون تحت وطأة ظروف لا إنسانية. لا تهم واضحة لمن تم اختطافهم غير تلك التي حيكت وألبست لهم، أو أنهم كانوا من المناوئين للميليشيا وانقلابها على الشرعية، فتم الزج بهم إلى ما وراء الشمس. وحين غاب دور المنظمات الإنسانية والحقوقية، أخذت أمهات المختطفين على عاتقها مهمة المطالبة بالإفراج عن ذويهن، وإزاء ذلك شكلنا رابطة وقمنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية، وقمعنا في عديد من المرات، لكنهن لم ينكسرن، وواصلن مهمة الدق في جدار السجن المتين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بمن ينضم إلينا الآن من صنعاء، أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين. سيدة أم أحمد، إذن تعذيب وانتهاكات وحتى وفاة تحت التعذيب ربما، ما هو الجديد بالنسبة للمختطفين ومن هم يقبعون تحت وطأة تعذيب الميليشيات الانقلابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نتقدم بالعزاء والمواساة لأسرة أحمد الوهاشي ولأسرة 111 مختطف قضوا تحت التعذيب، قضوا داخل السجون وأدخلوا لها أحياء ثم خرجوا منها وهم جثة هامدة يلتقفهم أهلهم من ثلاجات الموتى في المستشفيات. نحن نتقدم لهم بالعزاء والمواساة ونقول لهم عذرا. صمت المنظمات الحقوقية والجهات الرسمية يؤلمنا أيضا كما يؤلمكم، ولكن سوف نرى الشمس قريبا بإذن الله. لا جديد بالنسبة للمختطفين سوى المزيد من أساليب التعذيب التي نسمع عنها أنها أنتجت وتم التعرض لها داخل هذه السجون. لا جديد سوى أننا نفاجأ بين الحين والحين بمختطف يقضي تحت التعذيب بدون أن نسمع أي صدى لمثل هذه الحالات التي اللا إنسانية التي نجدها داخل السجون. فلا جديد غير الوعود التي يتلقاها الكثير من الأسر تحت وطأة الابتزاز المالي بأنهم قريبا سيفرجون عنهم مقابل بعض الأموال التي يأخذونها، ولكن لا نتيجة ولا نجد أي فرج قريب حتى الآن لقضية المختطفين. طيب، عندما نتحدث عن محاولة زيارة السجون، هناك مطالبات بزيارة هذه السجون في صنعاء، هناك أيضا في محافظة الحديدة، هناك يعني مطالب بالنظر بقضايا هؤلاء المختطفين وما طبيعة الانتهاكات التي يتعرضون لها، هل أتيح لكم المجال لزيارتهم؟ لم يتح أبدا المجال، حتى أننا
زرنا أكثر من مرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طلبنا منهم الاطلاع على أوضاع السجناء داخل السجن، لكنهم هم نفسهم اعتذروا بأن جماعة الحوثي وصالح لا تسمح لأحد بالاقتراب من هذه السجون. أيضا هذه السجون لا تخضع للتفتيش القضائي ولا لتفتيش النيابة ولا تخضع لأي جهة سوى القيادات الأمنية لجماعة الحوثي وصالح، هي التي تتحكم فقط بهذه السجون وتديرها كيفما شاءت، بعيدا عن أعين القضاء، بعيدا عن أعين النيابة، بعيدا عن أعين المنظمات الحقوقية سواء منها المحلية أو الدولية. فالمختطفين يعانون أشد المعاناة ولا يجدون من حتى يوصل هذه المعاناة أو حتى يكشف هذه الأساليب القذرة التي يتعرضون لها داخل سجون جماعة الحوثي وصالح. طيب، عندما نتحدث عن الأساليب هذه سيدة أم أحمد، بكل تأكيد هناك ما وصل لوسائل الإعلام، لكن ربما ليس كل الجمهور مطلع على ما يحدث بداخل هذه السجون. قل لنا قصة مما يحدث، يعني ما كيف يعني كيف يتعامل مع المختطفين هناك؟ الأساليب التي يتعرضون لها أساليب يعني فاقت في الوحشية ما سمعناه وما تحدثت عنه كتب التاريخ. المختطفون هناك داخل السجون يتعرضون أحيانا للتعليق لمدة طويلة قد تصل إلى أسابيع، لدرجة أن آثار هذا التعليق في أيديهم وفي أرجلهم تظل سنة وأكثر من سنة، وهي ما زالت في أيديهم وفي مفاصلهم. التعليق مع الضرب، عدم السماح لهم بدخول دورة المياه إلا كل 3 أيام مرة واحدة، أيضا وخذهم بآلات حادة، نزع أظافرهم مع ممكن ما تتصورونه من آلام لنزع الأظافر، أحيانا ينزع أظافر الشخص 10 في يوم واحد، أحيانا يؤخذ بأدوات حادة وحارة أيضا تكون حديدة محمى ثم تدخل في الساق وتخرج منها ولعدة مرات. أيضا يتعرضون للضرب في أماكن محددة كالكلى مثلا، لدرجة أن أحدهم ضرب في منطقة الكلى حتى أصيب بالفشل الكلوي، ثم ظل في السجن وهم رافضين إسعافه، حتى أن أصدقائه في السجن قاموا بإضراب عن الطعام من أجل إسعاف زميلهم. فاستدعى المشرف على السجن أحد الممرضين فقام بعمل فتحة له في المثانة، فتوفي هذا السجين داخل السجن بسبب هذا الخطأ وبسبب هذا التعذيب. أساليب التعذيب الكثيرة التي وصلتنا، التحريق بالنار مثل ما ذكرت لكم، التعليق والضرب المبرح والوخذ بأدوات حادة، الوخذ بأدوات حارة، كل هذه الأساليب تمارس أحيانا على الشخص الواحد. أيضا إدخال الإبر والدبابيس في الركبة، في الأنف، في أماكن مختلفة من الجسم. يعني وصلتنا أساليب تعذيب لا أخلاقية، يعني يجر الإشارة هنا والإعتداء الجنسي، وأيضا تحريق الأعضاء الجنسية داخل في السجن، التعرية وخاصة في أيام البرد الشديد، وأن يظل المختطف طوال الليل وهو متعري من ملابسه، وأيضا يرش بالماء البارد مع ذلك. هذه بعض وسائل التعذيب التي وصلتنا من خلال بعض المفرج عنهم أو من خلال من هم في السجون. يعني هو بكل تأكيد هناك، يعني عندما ننقل هذه البشاعة التي تحدث، البشاعة الأكبر أن لا يهتم أحد بهذه المعاناة الإنسانية التي تحدث هناك. عندما نتحدث عن التعاطي الحكومي أستاذة أم أحمد، إلى أي مدى هو تواصلكم مع الجهات الحكومية ومدى تفاعلها معكم؟ عفوا، أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليوم بيان بشأن المختطفين، وخاصة مع حالة المختطف أحمد الوهاش الذي قتل تحت التعذيب. وإن كان هذا البيان وصل متأخرا، لكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل، وأتمنى أن لا تكون وزارة حقوق الإنسان غاية منتهاها إصدار البيان، وغاية ما يمكنها فعله هو إصدار البيان الذي صدر. نحن نتمنى تحرك أكثر وتحرك أوسع، خاصة وهم جهة حكومية بإمكانهم نقل قضية المختطفين إلى المحافل الدولية، بإمكانهم استخدام الدبلوماسية اليمنية في عرض قضية المختطفين وفي الضغط على هذه الجماعات من أجل إطلاق المختطفين الذين لديها. نحن نتمنى أن يكون الجانب الرسمي أكثر اهتمام بقضية المختطفين وأكثر تعاطيا مع قضية المختطفين، وإلا يكتفوا بالبيان الذي صدر عن وزارة حقوق الإنسان. طيب،
في هذا الخصوص أرجو أن تتفضلي بالبقاء معي أستاذ أحمد. ينضم إلينا الآن من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، استمعت لربما إلى ما تفضلت به الأستاذة أم أحمد، تتمنى أن لا تكون جهودكم مقتصرة فقط على إصدار البيانات، ما الذي تقومون به بعد ذلك؟ بداية مساء الخير. كما قالت أختي العزيزة أم أحمد، نحن أيضا في الوزارة نتقدم بخالص التعازي لأسرة الشهيد أحمد الوهاشي الذي مات متأثرا بالتعذيب، وكان أبرز أو أحد أهم الأسباب الرئيسية لوفاته كسر موجود في العمود الفقري نتيجة الضرب الشديد. الجزئية الثانية، نحن نقول أنه وزارة حقوق الإنسان وهي تحاول أن توزع الأدوار ما بين الفريق الداخلي في عدن الذين يقومون بعملية إدارة الفريق الرصد الداخلي والتواصل مع المنظمات المحلية لجمع المعلومات وتوثيقها وإصدار البيانات والتقارير، بالإضافة للفريق الذي يعمل مع الدبلوماسية اليمنية لإيصال كل هذه التقارير إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وغيرها من المنظمات. نحن نقول أننا نبذل كل ما نستطيع لإيصال هذه التقارير، وأحيانا نصل إلى مراحل صدامية مع بعض المنظمات الدولية التي للأسف الشديد تتعامل بكثير من الروتين الممل أو عملية التقاعس في نشر أو الرد على هذه التقارير. نحن نقول أننا أمام دور كبير، ليس أمامنا حتى لحظة تحرير الأرض والإنسان اليمني الذي ما زال تحت أيدي هؤلاء المجرمين. نقول ليس لنا إلا أن نتحرك ونوصل صوت كل هؤلاء الضحايا ونعمل من أجل حركة دولية لمحاولة مساعدة الضحايا وإبعاد الظلم عنهم. هذا ما نقدر عليه في اللحظة الحالية، إلى جانب كل عملنا من أجل الحسم لتخليص الأرض والإنسان. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل. أعود إلى السيدة أم أحمد. سيدة أم أحمد، إذن الآن وسط هذه المعاناة، وسط هذه يعني قدرات الحكومة الشرعية ووزارة حقوق الإنسان المتاحة في ذلك في إيصال هذه المعاناة الإنسانية إلى الخارج، أنتم ما الذي يعني ستستمرون بالقيام به بالنسبة سواء على الصعيد الداخلي أو صعيد التواصل مع الجهات المهتمة بذلك؟ يؤسفني أن أقول أن قضية إيصال أصوات الضحايا تقوم به أي منظمة حقوقية، لا تقوم به جهة رسمية كوزارة حقوق الإنسان وكحكومة البلد. هذه الأعمال تقوم بها منظمات حقوقية بإيصال أصوات الضحايا إلى العالم، لكن الحكومة يؤمل عليها الضغط عبر وسائلها، عبر أساليبها، عبر الدبلوماسية ووجودها في المحافل هذه الدولية. نحن نأمل أن تستخدم هذه القوى في خلاص المعتقلين من معتقلاتهم، وليس فقط في إيصال أصواتهم. نحن نقوم بهذا الدور، نحن نتواصل مع كل الجهات الحقوقية التي أتيحت لنا، مع المبعوث الأممي، مع مجلس حقوق الإنسان، مع المفوضية الثانية، مع الصليب الأحمر. هذه نقوم بها نحن كمنظمة، كمجموعة أمهات اجتمعنا وقررنا أن نوصل أصوات الضحايا هذه إلى العالم. لكن أما الحكومة فنحن نؤمل عليها دور أكبر. نعم، الجهات الرسمية يجب أن تقوم بدور أكبر من دور إيصال أصوات الضحايا وإصدار البيانات، نحن نأمل ذلك. أشكرك أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك سيد نبيل، إذن لم ترضى سيدة أم أحمد بهذا الدور، اقتصار دور وزارة حقوق الإنسان على ذلك، معها لربما الحق في ذلك باعتبارها يعني هناك قصص معاناة كبيرة في سياق ما يحدث في سجون ميليشيات الحوثي، ليس آخرها ما حدث على ما يبدو ما حدث للوهاشي. يعني لماذا نجد الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان تقتصر على هذا الدور؟ هل تواجهون ضغوطا حتى من داخل أطراف أخرى في الحكومة مثلا؟
لا أخي العزيز، هي لم تستمع يبدو لكلامي بالكامل. أنا تحدثت عن كل ما قالته، كل ما يجب أن نقوم به أو كل ما هو معروف عن دور وزارة حقوق الإنسان في أي دولة تتواجد فيها وزارة من هذا النوع، دورها هو التعامل مع كافة المنظمات الدولية عبر الوسائل، عبر المنظمات وعبر الدبلوماسية الخاصة بالبلد، وهو ما نقوم به. نحن لا نتحرك في إطار الأمم المتحدة فقط، ولكن مع كل كافة المنظمات، مع كافة الجهات الدولية، مع مجلس الأمن، مع الجامعة العربية، مع منظمة العمل الإسلامي، نحن نشكل حالة ضغط على المستوى الإقليمي والدولي. أقدر أن أقول أننا نؤدي دورنا بما يجب أن نقوم به، لكن لا يجب أن لا ننسى أن الطرف الآخر بدعم إيراني ودعم لبعض دول المنطقة المؤيدة لهم أيضا يقومون بجهود مواجهة، وبالتالي فنحن نخوض حرب شرسة أمام هذه المنظمات الدولية، وخصوصا أن في بعض المنظمات الدولية موظفين للأسف الشديد مرتهنين لمثل هذه الجهات، وبالتالي تصدر تقارير دولية أحيانا تساوي بين الضحية والجلاد، وهو ما يجعلنا في حالة حركة دائبة مستمرة ما بين نيويورك وجنيف وكثير من دول العالم، تمام، لإيصال الحقيقة كما هي والضغط لتحقيق ضغط دولي. وأعتقد أن كثير من المواقف الدولية الصادرة عن مجلس الأمن تأتي نتيجة هذا الدور، ولولا هذا الدور أيضا لكان هناك أيضا تقارير سلبية ربما تضر حتى الضحايا أنفسهم. نحن على الأقل نحتفظ حتى الآن بهذا الدور من أجل إيجاد عدالة دولية وإعداد ملفات لكل من هؤلاء كمجرمين حرب، ستقدم ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما نحتفظ به كدور لهذه الوزارة في عملية توثيق كل الحقائق. يعني أن تتحدث أستاذ نبيل، أن تتحدث على سياق الإعلام، لكن يعني إعلام المنظمات والجهات بذلك، لكن عندما نتحدث عن على الضغط لإخراج هؤلاء المعتقلين بشكل أكبر، ليس فقط مسألة الإعلام، هل تتخذون خطوات في ذلك؟ كلمة الضغط شاملة، كلمة الضغط هي كلمة شاملة لأي شخص حقوقي يعلم أن هناك ما يسمى بحملات المناصرة والضغط، وعملية الضغط هي عملية شاملة تشمل الجوانب الإعلامية وتشمل الجوانب العملية أيضا. نحن ليس هدفنا فقط ترويج لقضية معينة، نحن هدفنا الأساسي وهو ما نسعى له حتى أمام مجلس الأمن الوصول إلى قرار كامل بالإفراج عن كل الأسرى وكل المعتقلين وكل المحتجزين. أنتم لو في متابعة بتجد أن هناك خلال 3 سنوات من تم اعتقالهم واعتجازهم وإخفاؤهم يصل إلى أكثر من 22,000، المتبقين الآن في سجون الميليشيات في حدود 7,000 شخص. نحن نقول أن هذه العملية هي أيضا قدمت جهد في عملية الإفراج عن كثير من هؤلاء والتخفيف عنهم، لكن تظل العملية عملية مستمرة لا تنتهي، لأن هؤلاء يمارسون هذا العمل من القمع على أساس أن هذا التخويف وهذا الترهيب هو ما يضمن لهم إسكات الناس. سيستمرون بهذا العمل وسنظل في عملية مقاومته ومواجهته بكل السبل التي نقدر عليها، وستظل عملية الإنصاف وعملية أن الجريمة لا تسقط بالتقادم هي الجانب الأكبر الذي يهدد كل هؤلاء. نعم. لأنهم مجرمين حرب وسيحاكمون اليوم أو غدا. أشكرك إذن أستاذ نبيل عبد الحفيظ، وزير حقوق وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض عرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. أهلا بك أستاذ عرفات. دعنا يعني بداية، كمنظمة حقوقية تهتم برصد الانتهاكات، هل لديكم إحصائيات حديثة عن الانتهاكات التي ترتكب في سجون الانقلابيين؟ مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين. نعم، ما يخص قضية الاختطاف، نحن ما يقارب 17,000 مختطف تم رصد بياناتهم، وما زال هناك ما يقارب 3,000 مختطف في سجون الميليشيات، وما يقارب أيضا من 250 مخفي قسريا لا نعلم أماكنهم حتى الآن. قضية الاختطاف هي من القضايا المركبة، حيث يتم فيها الاختفاء القسري أولا
ثم قضية الاختطاف جريمة أخرى، ثم قضية التعذيب سواء التعذيب النفسي أو التعذيب الجسدي، ثم معاناة الأسر الضحايا من الذهاب إلى زيارة المختطفين أو عدم إمكانيتهم الالتقاء بهم أو لا يعرفون أماكنهم، وهم أيضا غالبا ما يكونوا هم العائلة الوحيد لهذه الأسرة. قضية الاختطاف بالذات هي القضية التي لدينا قرار أممي رقم 2216. هذا القرار يعتبر مكسب لنا، وهذا القرار ينص صراحة على إطلاق كافة المختطفين السياسيين والناشطين الإعلاميين. لكن المشكلة عندنا أن من ينفذ هذا القرار؟ الأمم المتحدة إلى الآن ليست لديها جدية في تنفيذ القرار، وتتعامل بقضايا كثيرة بنعومة مع الميليشيات الحوثية. أضف إلى ذلك أن الحكومة الشرعية لا تولي هذا الملف أولى اهتماماتها، والأصل يكون الملف رقم واحد. أي تشاور، أي هدنة، أي حوار مع الميليشيات لابد أن يسبق هذا الحوار أو أقل شيء إطلاق المختطفين بدون قيد أو شرط وتنفيذ القرار 216، لكن أقل شيء بما يخص المختطفين. لكن هذا الذي لا يحصل، وأيضا لا تضغط الحكومة الشرعية بهذا الجانب، وهناك أيضا سوء معاملة للأسر ووضع إنساني. الحكومة ربما بادرت قبل فترة بأنها ستصرف مستحقات للمختطفين الذين ما زالوا في السجون أو أسرهم، ويبدو أنها فرقعة إعلامية لم تصل شيء حتى الآن، ولا نعرف الآلية التي يتم بها، خاصة أن الحكومة أو ربما وزارة حقوق الإنسان ربما لا تتواصل كثيرا مع منظمات المجتمع المدني وليس لديها راسبين، ولا نعرف كيف هل لديها قاعدة بيانات أم لا. هذا ما ستكشفون أيام القادمة. الأصل أن الحكومة الشرعية تضغط من جانبها، وأيضا وزارة حقوق الإنسان حضورها سواء مجلس حقوق الإنسان أو بالفعاليات الدولية، نعم، الأصل أن يخرج هذا الملف هو رقم واحد. وهذا طيب في سياق المنظمات الدولية أستاذ عرفات، هذا منسي تماما في سياق المنظمات الدولية. إذن الملفات الحقوقية عديدة، لكن يبدو أنها أصبحت منسية بالنسبة للمنظمات الدولية كما يقول البعض. أنت كيف تنظر إلى الواقع الذي يعني واقع هذه المنظمات الدولية في التعامل مع الملف في اليمن؟ بالنسبة للملف الدولي، هم قلنا لها أنهم يتعاملون بنعومة مع هذه المنظمات، بالعكس أحيانا يخسروا جرائم كثيرة بتقاريرهم، يساوون بين الأخطاء وبين القتل العمد، بين الإضاحية وبين الجلاد. هناك تجريد للميليشيات لا يذكرونه، هناك مذكرات تأتي من مفوضية السامية مثلا حقوق الإنسان إلى وزير خارجية الإنقلابيين بتعامل رسمي، هناك مدير الغذاء العالمي كان هناك لقاء معه ومع أيضا وزير الخارجية الإنقلابيين، وكأنه يلتقي بهم على أساس أنهم هؤلاء هم الجهة الرسمية رغم أنهم هؤلاء متمردين. هناك اليونيسف أيضا دعمت منهج للمدارس الصفوف الابتدائية الأولى، هذا المنهج يدعو إلى الطائفية ويدعو إلى الاقتتال ما بين الجيل الواحد، وهذه مشكلة كبيرة رغم أنه أعلن أنه توقف عن ذلك. قبل أيضا أيام قامت الميليشيات الأمم المتحدة وبعض منظماتها بدعم الميليشيات لنزع الألغام كما يقولون، رغم أن الميليشيات لا تملك أي خرائط، ودائما هناك منظمات وسيطة هي التي تتلقى هذه الأموال وتقوم هي بنزع هذه الألغام، لكن أن تقوم الميليشيات بنفسها بهذا واستلام هذا المبلغ لم تحصل من قبل أن منظمات دولية تتعامل مع ميليشيات مسلحة. أيضا موقفهم من ميناء الحديدة ومطار صنعاء وعدم وصول المساعدات إلى كثير من ميناء عدن وميناء سيئون المكلا، بعض المنافذ البرية للسعودية وعمان، إصرارهم على أن تكون المساعدات عبر الحديدة وصنعاء رغم أنها يعرفون أن هذه المساعدات تذهب إلى جبهات القتال، ولم يتحسن الوضع الإنساني في هذه المناطق التي تحت سيطرتهم.
وهذه وهذا باختصار يعني بعض النماذج لموقف المنظمات المجتمع المدني. لكن نحن بالأخير نؤمن بعدالة قضيتنا ونؤمن أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وسنضغط حتى تتحقق العدالة وحتى يتحقق أيضا التعويض للضحايا، سواء التعويضات المادية أو المعنوية. نعم. وأيضا لابد أن يذهب كبار المجرمين من تهكير حقوق الإنسان إلى العدالة، يعني طال الزمان أو قصر. أشكرك إذن أستاذ عرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، كنت معنا بالهاتف من الرياض. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقم العمل محمد نبيل عبد المغني وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.